نروح نشوفو بيان لي غيكومبخوندر ياك، نشوفو واحد التكست جديد ياك، نشوفو لا لوسون دو ناتاسيون. شنو هو لا لوسون دو ناتاسيون؟ البحر الكبير. لا، لا لوسون هو الدرس. الدرس ملي الاستاذ باش تشرح لكم شي حاجه تدير لكم واحد الدرس ياك، تدير لكم الدرس ديالاش مثلا، ها درس في الرياضي. اذا يقدر يدير لكم اون لوسون دو مات، يعني درس في الرياضيات ياك. شنو اون لوسون دو فرونسي، يعني دو ليفر باغ اكزومبل ياك. اذا هذاك لا لوسون هو الدرس ياك. اذا لا لوسون ديال هاش هذا لا لوسون دو ناتاسيون. دو ناتاسيون كيسكو سيك اون ناتاسيون؟ لا ناتاسيون سي كوا؟ ها لا ناتاسيون فيا دو فيرب ناجي. ناجي شنو هي ناجي؟ التل. ناجي هي البحر. فوالا سو سون دي غوس كي ناج. وي العوم ناجي راه فعل هذا. سو سون دي زونفون كي ناج، ها كي ناج او ريفاج، كي ناج à la côte de la mer. Il y a des gens qui nagent à la piscine. Voilà cet homme là. يعوم. وتي يعوم ياك، هما يسبحون، فهمتي؟ هنا في الصوره على هذه الايماج لا ياك، cet homme là، هذا الراجل cet homme voulait apprendre à sa femme comment va-t-il nager. فهمتي الرجل؟ يعني توريها كيفاش تعلم تسبح. فولي لوي مونتري كومون فاتيل ناجي، فهمتي؟ سيتادير كي لوي مونتر كي لوي في اون لوسون دو ناتاسيون، فهمتي؟ يعني شنو هي اون لوسون دو ناتاسيون؟ يعني تيدير ليها درس في السباحة. شنو درس في السباحة؟ يعني درس تعطيها التقنيات ديال السباحة. يعني انت مثلا داخل داك المجال انت ما تتفهم فيه والو ياك، ولكن هو يوريك واحد لي سوكري. شنو هما لي سوكري؟ تيوريك ديك الاسرار ديال داك المجال، فهمتي ولا لا؟ مثلا تيقول لك دخل الريح مزيان باش يبقى بحال شي قرعه انت تكون فارغه تيهز الماء ياك، علاش؟ حيت فيها الريح ياك. ولكن الا كانت عامره بالماء غادي تهبط في الماء، علاش؟ حيت عامره بالماء، فهمتي؟ اذا الريح ديما خف من الماء، وبالتالي مثلا هذا الانسان يقدر يقول لك دخل الريح او يوريك شي طرق اخرى كما اللي غنشوفو هنا، فهمتي؟ اذا هنا مدام جيل بريد، هذه مدام جيل بريد ياك، ابور دولو، يعني هي تخاف من الماء ياك، ابور دولو. il n'ose pas se baigner dans la mer. oser le verbe oser ياك، هاد لو فيرب اوزي شنو المعنى ديالو؟ اوز هي تشجع او تجرأ. avoir شنو؟ l'ardiesse. la avoir la ardiesse غير شجاع، يعني كان يعني له الشجاعة. لو فيرب افواغ تنعرفوا بأن إذا كان مورا اسم يعني تتعني الملكية، إذا هو يملك الشجاعة، فهمتي؟ هي ملك الشجاعة، هذه أوزي. لكن هي هنا بحال دابا اللي عندنا هنا إنوز با سوبيني دون لا مير، واش هي كانت عندها الشجاعة؟ يعني لا تتجرأ للعوم في الماء، يعني لا ما تقدرش تدخل الماء، فهمتي ولا لا؟ إنوز با سوبيني دون لا مير. اذا مدام جيل براد ياك، مدام جيل براد ابور دو لو، يعني ان تخاف من الماء. اي نوز با سوبيني دون لا مير، هذا سي لو فيرب سوبيني، يعني انها هي تسبح. سي لو فيرب سوبيني او بيني ياك، نقدروا نستعملوا لو فيرب بيني. هي هاد لو فيرب بيني
أنك تتغطس شي حاجة أخرى في الماء فهمتي، أو تغطسها في الزيت أو تغطسها في أي حاجة فهمتي، شي حاجة سائلة. إذن مثلا تي بو بيني مثلا تي فيتمون دون لو، يعني أنك تدخل دوك الحوايج ديالك في الماء. ولكن إلا كنتي نتا اللي تدخل في الماء، نتا اللي تستحم، نتا اللي تسبح، إذن أش نقولو؟ تنستعملوا الفيرب سوبيني فهمتي. اذا هذه يعني اخذ سباحه، يعني انه استحم الى اخره ياك، او غمر ماءه بصفه عامه يعني بالماء. عندنا عاوتاني شنو هو، كاين عندنا واحد المصطلح تنقدروا نقولوا مثلا، مثلا تنقولوا ال ياك، البان البان دون صن صن. شنو هو الصن؟ الصن شنو هو؟ الصن هو الدم، يعني شي واحد تيعوم في الدم ديالو. شنو المعنى ديالها؟ يعني انه فيه خارج منه الدم بزاف. اذا حنا تنعطيو هاد التصويره في العوض اللي نقولوا بانه هو راه عامر دم، تنقولوا بانه راه يلبان دون صن صن، يعني كانه في واحد النهر من الدم يسبع فيه. ولكن الدم لمن؟ له هو، يعني يعود له. فهمت ولا لا؟ تنقدروا نعبروا على هذه القضيه، البان دون سون سون، يعني نقدروا نحكيوا على اي واحد، او حتى مثلا نقولوا لو موطون بان دون سون سون، يعني ان الخروف يسبح في دمه مثلا ياك. مدام جيلبريد ابور دو لو، ان مدام جيلبريد سيده جيلبريد ابور دو لو، يعني انها تخاف من الماء. ايل نوز با سوبيني دون لا مير، يعني انها لا تتجرأ سوبيني للسباحه ياك دون لا مير، يعني في البحر ياك. سوبوندون، ولكن سوبوندون شاك اني كل عام، او ديبي دي فاكونس، يعني في بدايه العطل، تنتكلموا على هاد لي فاكونس ديما بالجمع، يعني تنعنيو بها العطله، ماشي بحال في اللغه العربيه العطله تكون غير مفرده فهمتي، تنتكلموا على لي فاكونس. فاكونس هذه غالبا تاتي بالجمع فهمتي ولا لا، ولكن بصفه عامه هاد الفاكونس المقصود بها من حيث المبدا، من حيث الاصل ديال هاد الكلمه، الاصل ديالها هو الخلو، شي حاجه خاويه. تنقدروا نتكلموا على مثلا فاكونس دين بلاص، يعني انه واحد البلاصه، الخلو ديال واحد الفراغ ديال واحد المكان، الحاله ديال واحد المكان فارغ فهمتي. فاكونس دين بلاص، فاكونس دان اوندغوا ياك، ديال واحد المكان فهمتي. ولكن يقصد بها غالبا شنو هو يقصد بها؟ لي كونجي مثلا بوغ لي ترافايور، لا بوغ لي زيكولي، يعني يعني واحد الكونجي، واحد الايام ما فيهاش العمل بالنسبه لي ترافايور، يعني هما العمال لي ترافايور، هما لي زومبلوي مثلا ياك، لي العمال ياك. وكاين عاوتاني كاين عطل عاوتاني بالنسبه للمدرسين، وبالنسبه لي ماتر لي ماتريس لي بروف الى اخره، وبالنسبه مثلا لي زيكولي، لي زيكولي هما تلاميذ، جي من ايكول، ايكولي ايكول ياك. نقولوا على تلميذ اش نقولوا عليه؟ اي كولي ياك. لي زيكولي تنزيدو اس، يعني يعني المقصود بها هما التلاميذ ياك. ولكن سوبوندون قلنا بان مدام جيلبريد ابور دو لو، يعني انا تخاف من الماء، اي نوز با ياك سوبيني ياك، اي نوز با سوبيني دون لا مير، اذا اي نوز با سوبيني دون لا مير، يعني انها لا تتجرأ مدام تخاف من الماء، اذا مدام تخاف من الماء هي لا تتجرأ باش تعوم في البحر ياك. ولكن سوبوندون، ولكن مع ذلك رغم انها تتخاف، هذه سوبوندون ياك، سوبوندون تنقدروا نعوضوها بواحد جوج كلمات اخرين، يعني هي مع ذلك ياك، مع ذلك يعني سوبوندون هي مع ذلك، نقدروا نعوضوها مثلا بتوت فوا، ايضا تنقدروا نعوضوها بشنيه نيموان،
عندنا ان هناك. اذا عندنا سوبوندون تنقدروا نعوضوها بتوت فور، نقدروا نعوضوها مثلا بنيومو، يعني هي مع ذلك ياك. نقدروا نقولوا مثلا انوز باغ سوبيني دون لا مير توت فوا شاك اني او ديبي دي فاكونس ياك. مدام مسيو جيلبريد فولوي ابروندر اناجي. اذا كل عام سوبوندون شاك اني، يعني كل عام شاك اني، يعني كل عام فهمتي، يعني كل سنه. او ديبي دي فاكونس، او ديبي دي فاكونس يعني في بدايه العطل ياك، يعني المعنى ديال العطله. او ديبي دي فاكونس، اذا كل عام او ديبي يعني في بدايه لي فاكونس دي فاكونس ياك، او ديبي دي فاكونس يعني في بدايه العطله ياك. مسيو جيلبريد فلوي ابروندر، يعني هاد السيد جيلبريد مالو فو سي الفيرب فو. اذا مسيو جيلبريد فو شنو الفيرب هذا؟ فينيغ فولوار فينيغ يجا ياك. وفو فولوار شنو هي؟ فينيغ هي اتى، وفولوار شنو هي؟ هي اراد. اذا السيد جيلبريد مالو يريد فو، يريد لوي لوي ابروندر يعني يعلمها. شنو هي ابروندر؟ هي لقانة او علامة، انك تعلم شخصا شيئا فهمتي. لابرونتيساج، لابرونتيساج هي المعرفة فهمتي، يعني يريد ان يعرفها، يريد ان يعلمها فهمتي ولا، يعني هو التعليم ياك. اذا لوي فو لوي ابروندر يريد ان يعلمها ماذا؟ اناجي تسبح. يعلمها اناجي، هي كنت تكون هاد الطين بحال هاد الشكل، تجي مورا هاد ابروندر. لوي فو لوي فو لوي ابروندر مثلا اناجي ا ديسيني ا مارشي ا اي حاجه. اذا هذا ابروندر تدير مورا فعل اخر باش تبين يريد ان مثلا ان يعلم ياك ماذا؟ شي حاجه ياك، يفعل ليفعل شيئا ما. اذا مثلا تنقول مثلا انا اريد ان اعلمك شنو هو؟ لترسم. اذا جو فو تابخوندغ ا ديسيني، ديما تدير هذيك ا ديسيني، حتى دير الفيرب موراها فهمتي؟ انا اريد ان اعلمك ان تقرا، ان تقرا. اذا غنقولو جو فو تابخوندغ ياك ا ليغ، ا ليغ ياك بحال هكا، يعني تنديرو هادي ا كدا وتدير الفعل موراها فهمتي؟ اذا مسيو جيلبريد فو لوي ابروندغ يريد ان يعلمها ياك، او يعلمه راه بحال بحال هاد لوي تعود على، يعني سوت تقدر تستعمل في المذكر او المؤنث بحال الحاله اللي عندنا هنا، يعني لوي تعود على زوجة جيلبريد، تعود على مدام جيلبريد فهمتي، حيت عندهم هما برا المراه تتسمى تتسمى بالكنيه ديال راجلها الحمد لله، الحمد لله ماشي بحال عندنا حنا دابا المراه تبقى محافظه على هذيك الاسم العائلي والاسم الشخصي ديالها، لا ملي المراه تتزوج عندهم برا تتولي المراه شنو؟ المراه تتولي تاخذ الاسم العائلي ديال راجلها، بحال دابا راجلها تتولي كنيتو شي سميه عنده شي كنيه، المراه تتبدل الكنيه ديالها تتولي تاهي عندها نفس الكنيه ديال راجلها. هذاك الشيء قالوا هنا مدام جيلبريد، هنا مسيو جيلبريد فهمتي. فولو يابخوندغ يريد ان يعلمها ماذا؟ اناجي، يريد ان يعلمها السباحه. كما تلاحظ هنا ماشي السباحه، هي لا ناطاسيون، هي لا ناطاسيون، ولكن هنا عندنا الفيرب اناجي، وهنا عندنا الفيرب كاين فاش؟ في الانفينيتيف، يعني انه رجع للاصل ديالو. هل عندنا حنا في اللغه العربيه تنقولوا فعل ذهب، فعل اكل، فعل خرج، فعل شكون اللي خرج؟ تنقولوا على الفعل، باقي ما صرفناش فهمتي ولا. اذا هذيك تتسمى الانفينيتيف، اذا هذا الفعل اللي هنا راه تيرجع للانفينيتيف. علاش؟ حيت كاين مراء، وكاين واحد المجموعه ديال لي بريبوزيسيون مثلا تيكونوا قبل من هذا الفعل ترجع فيهم الفعل. اولا مثلا تيكون تتكون مراء فعل مباشره فهمتي ولا. جو في بارتيغ، انا ساذهب. جو في تدير لو فيرب الي، بارتيغ هذه كاينه في الفرونسي ياك، تتسمى لو فيتير بروش، يعني تدير غالبا جو في، جو في بارتيغ، جو في مونجي، جو في سورتير، جو في ديسيني، جو في فهمتي، يعني انا سافعل شيئا ما فهمتي.
اذا شنو تدير هذاك الفيرب الي هو اللي جوفي مثلا انت تنقولوا مثلا جوفي هذا الفيرب الي هذا الفيرب الي مصرف في جو هذا مصرف ما عندنا من نقولوا عليه ياك هذا مصرف ولكن هذه بارتيغ تنديروا في الانفينيتيف علاش حيت جا موراه هاد الفعل هذا فهمت لا اذا كاين واحد المجموعه ديال الحالات يقدر يجي فيها الفعل في الجمله تيجي في الانفينيتيف يعني تيجي في الاصل ديالو فهمت لا بحال عندنا حنا دابا ذهب اكل خرج الى اخره شكون الفعل باقي ما مصرفش فهمت لا ولكن ملي تنديروا مع هذيك جو تي انا انت هو هي يعني تنصرفوه فهمت لا ما نقدروش نقولوا انت نخرج واش انت نخرج لا انت تخرج يعني تيولي الفعل تيمشي مع شنو قبل منه من ضمير فهمت لا ولكن مادام هو غير خرج ذهب يا كليله الفعل انا انفينيتيف يعني ما مصرفش اذا هاد تنهضروا على هاد الافعال في هاد الحاله عندنا في الفرنسيه يعني الفعل باقي ما مصرفش اذا شنو امتى تيجي تيجي في حاله الا كان مورا فعل بحال هنا مسيو جيل بريد فو ابروندر ا سافام كومون ناجي مثلا ياك اذا يريد ان يعلم زوجته كيف تسبح الحمد لله اذا جيل بريد فو ابروندر اذا فو ابروندر هاد فو الاول تيتصرف الثاني ما تيتصرفش كاين الحاله الثانيه هادي لوي راه غير زدناها باش ما نعاودوش ديك صفان فهمت ولا لا او مثلا ما نعاودوش ديك مدام جيلبريد فهمت ولا لا اذا هاد الضمير تيعود لينا على هذه يعني واخا تشوف فيه فارق بين هاد هادو راه في الحقيقه هاد الفعل راه تابع هذا فهمت ولا لا يعني راه نقدروا نحيدوا هذه نقدروا نقولوا مثلا مسيو جيلبريد فو ابروندر صفان كومون ناجي ياك كومون ناجي ياك كيف تسبح او فو ابروندر صفان لا ناتاسيون يعني يريد ان يعلم زوجته السباحه قدروا نستعملوا هاد الكلمه بحال هكا ياك ولا لا اذا مسيو جيلبريد فو لوي ابروندر يريد ان يعلمها ها يريد ان يعلمها اناجي اذا دي انا لوي ابروندر كاين الحاله الثانيه اناجي هاد الفعل هذا ناجي كما تلاحظي بانه الانفينيتيف علاش حيت جا مورا ا كاين حالات اخرى تيجي مورا دو الى اخره الى اخره ياك دابا نشوفهم يعني هادو تيتستعملوا بكثره إذن لوغ دوز أنفون يعني أطفالهم الاثنى عشرة فهمتي لوغ دوز أنفون يعني لهم اثنى عشرة طفل أوبسيرف يعني يلاحظ هذه في الحقيقة لوغ دوز أنفون يعني لهم اثنى عشرة طفلة ياك إذن أطفالهم الاثنى عشر فهمتي اطفالهم لوغ انفون لوغ انفون يعني اطفالهم لوغ 12 انفون يعني اطفالهم 12 اوبسيرف يعني عندهم الاطفال كثار هادو 12 طفل اللي معاهم اذا لوغ 12 انفون اوبسيرف اوبسيرف سي الفرب سي الفرب اوبسيرف اوبسيرفي سي الفرب اوبسيرفي شنو اوبسيرفي يعني يراقبون اوبسيرفي هو راقبه اذا هاد الاطفال الذين يعودون لهم الاثنى عشر اوبسيرف يعني انهم يراقبون فهمت لا يراقبون ماذا يراقبون لا سين شنو هي لا سين لا سين هو المشهد فهمت لا تنتكلموا غالبا على لا سين تتكون عندنا شي مسرحيه ياك تنقولوا مثلا المشهد ديال المسرحيه تنتكلموا هنا على لا سين اي sont amuse اذا elles sont amuse et s'amusent de la scène فهمت لا اذا هو ويستمتعون بها الفيرب amuse شنو المقصود به يعني ويتسلون بها هاد لو فيرب amuse تيجي منه واحد الاسم اخر هي l'amusement 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 هو التسليه هو اللهو ياك الى اخره ياك اذا تسمى l'amusement اذا et sont amuse يعني وتسلون بهذاك المشهد فهمتي une fois sur la plage دابا غنبداو التكست ياك une fois هادشي اللي تشوفي هنا راه غير تقديم هو تشوفي مكتوب مغاير بالطريقه اللي مكتوب بها التكست ياك اذا une fois sur la plage يعني une fois sur la plage يعني غير هما وصلوا لا بلاج une fois هي مره فهمتي
تنقولوا 5 فوا 4 شي 5 فوا 4 هي 4 5 في 4 ياك يعني 5 د المرات 4 5 فوا 4 ياش راه في الحقيقه التعبير حقيقي تنقولوا 5 في 4 او 5 ضرب 4 يعني راه المعنى ديالها 5 د المرات 4 او 4 د المرات 5 الحمد لله 5 فوا يعني 5 د المرات يعني اون فوا هي مره ولكن هنا غير مره على الساحل على الشاطئ الحمد لله اون فوا سور لا بلاج يعني مره على الساحل يعني غير هما بديك ديك اللحظه اللي هما في يعني فوق الشاطئ يعني غير وصلوا للشاطئ اون فوا سور لا بلاج يعني غير وصلوا للشاطئ فهمتي هذه المعنيه في العوض نقولوا يعني هما بمجرد ان وصلوا الى الشاطئ تيديروا هما مره على الشاطئ وكنت يعبروا عليهم الحمد لله اون فوا سور لا بلاج تنقدروا نقولوا اون فوا اونتري ا ليكول يعني بالمره يعني غير هو دخل بمجرد ان دخل الى المدرسه اون فوا اونتري ا ليكول ياك يعني غير هو دخل المدرسه ونقولوا شنو دار شنو وقع شنو ماذا وقع ثم نقول ماذا حدث الحمد لله اذا هنا في العباره اللي عندنا هنا اون فوا سور لا بلاج يعني مره على الشاطئ يعني بمجرد ان وصلوا للشاطئ بابا لا بروني باغ لا ما يعني ابي اخذها من يدها الحمد لله لا بروني سي الفيرب بروني شنو الفيرب هذا بروني بروني سي الفيرب بروندغ بروندغ هي اخذها الحمد لله اذا بابا بروني مامون باغ لا ما باش ما نعاودوش ديك مامون بروني مامون واش نقولوا لا بروني يعني اخذها فهمتي بابا لا بروني يعني بلا ما نعاودو مامون مره اخرى حيت راه ذكرنا مدام جيل بريد فهمتي لاله اذا بابا بروني مامون او بروني مدام جيل بريد باغ لا ما اذا في العوض اللي نقولو بروني مدام جيل بريد اش نقولو بابا لا بروني يعني اخذها باغ لا ما يعني من جهه اليد يعني لم ياخذها من شعرها او من اذنها او مش يعني باغ لا ما يعني اخذها من اليد في الحقيقه من اليد تنقولوا حنا من يديها ولكن هما ممكن نقولوا باغ سما فهمتي بابا لا بروني باغ سما يعني من يديها ولكن هما دايرين لا باغ لا ما يعني اخذها من اليد اي لونتريني اي لونتريني شنو هي لونتريني هنا الكنية اونتريني هي تيري شنو هي اونتريني شنو هي تيري بعدا تيري هي جر شي واحد هو هارب وانت تتجر فيه فهمتي لا اونتريني فير فونير كيلكا كي ايسي دو ريزيستي يعني انك تفعل لتاتي يعني انك تقوم بفعل لتاتي باحد بشخص ما كي ايسي الذي يحاول سيرفرب ايسي ياك الذي يحاول دو ريزيستي الذي يحاول ان يقاوم فهمتي لا اذا هذه مدام السيده مدام جيلبريد انها تقاوم تقاوم ماذا تقاوم الدخول الى الماء يعني انها هي لا تتحمل الدخول الى الماء لانها تخاف من الماء ياك ولا ولكن مسيو جيلبريد شنو لونتخين يعني انه يجرها يحاول ادخالها الى الماء فهمت ولا لا اذا شنو عندك هنايا اون فوا سور لا بلاج يعني بمجرد وصول الى الشاطئ بابا لابخوني باغ لا ما يعني ابي اخذها من اليد اي لونتريني وكان يجرها كما تطلع لينا راه كاينه في لامبارتي المهم راه يعني وجرها ياك مامون بارتي اسي برافمون مامون بارتي سيلفر بارتي اذا الام ذهبت سيلفر بارتي اسي برافمون يعني بشجاعه برافمون هي بطريقه شجاعه فهمت ولا بشكل متشجع يعني اسي برافمون يعني بشكل جد متشجع فهمت ولا اسي برافمون مي كومونسي اتيري اون اغيير ولكن هاي دخلت في الاول
الاول دارت راسها يعني صافي راه مشجع ياك مي كومونسي، ولكن كومونسي هي بدات سالفر كومونسي اتيغي يعني تجرؤ اون اغيير يعني للخلف، بدا التجرؤ للخلف لان بدات تخاف، ولكن في اي وقت بدا التجرؤ للخلف دي يعني دي يعني عندما فهمتي دي هي عندما الطريقه تتكتب سياق دي ديكولو ديكولو يعني عندما ان الماء لوي اغيبي يعني وصلها لوي اغيبي سلفو اغيبي اغيبي هي وصل تنقولوا لاغيبي هو الوصول ياك لوي اغيبي وجنق يعني ان وصلها للركبتين تنقول احنا للركاب يعني الركاب كثيرا لان في الفرنسيه كاين المفرد والجمع ما كاينش المثنى اذا وصلها للركبتين ياك اذا بمجرد ان وصلها الماء للركبتين هي دخلت في البدايه متشجعه ياك ولكن بمجرد ان وصل الماء للركبتين ياك ديكولو لوي اريفي او جنوق اي كومونسي اتيري يعني ال كومونسي اتيري اون اريير يعني هي بدات تجر للخلف ممكن نقولوا بالطريقه اللي كانت هما مي ولكن كومونسي يعني ال كومونسي يعني هي بدات بلا يعني بلا ما داروا ال علاش حيت معروف شكون اللي غيبدا يجر الحمد لله ماشي الاب معروف شكون اللي خايف وشكون اللي غيبدا يتراجع للور ياك ولا لا اذا معروف من هو الذي سيتراجع للخلف ومن هو الذي سيخاف ياك ولا لا لذلك لم يذكروا حتى هاد الضمير اذا مي كومونسي ولكن في الحقيقه مي الكومونسي ولكن هما حذفوها ياك مي كومونسي ولكن بدات اتيغي يعني تجرق اون اغيير يعني للخلف اون اغيير ياك للخلف ديكولو يعني بمجرد ان الماء عندما ان الماء لوي اغيبي يعني وصلها لوي اغيبي ياك لوي اغيبي وجنوق يعني وصلها للركبتين اذا نو فورميون ان سيركل ياك نو فورميون نو فورميون يعني احنا هذا الفيرب سي الفيرب فورمي فورمي شنو هي فورمي هي شكاله تنقولوا لا فورم لا فورم هو الشكل يعني الشكل يعني واحد الهيئه معينه اذا هذا من حيث الاسم ولكن الفعل شكاله اذا نحن شكلنا نو فورميون ان سيركل يعني شكلنا دائره هاي كما تلاحظين ان الاطفال سيشكلون دائره حولها ياك اذا نو فورميون ان سيركل يعني ان سيرك الدائره كما تلاحظين راه مذكر فرنسيه ماشي بحال العربيه مؤنثه اذا نو فورميون ان سيركل يعني اننا شكلنا دائره اوتور ديل يعني حولها حولها هي اوتور ديل يعني حول هي حول لها يعني حولها الحمد لله تنقولوا ا اوزالونتور اوزالونتور يعني في النواحي اوزالونتور مثلا دو كازا يعني في النواحي مدينه الدار البيضاء اذا نو فورمون ياك نو فورميون ان سيركل يعني اننا تلاحظنا بان لو فيرب فورمي راه مصرف في لامبارفينا ياك اننا شكلنا واحد الدائره اوتور ديل يعني حولها نومي كلابو سيبا شنو نومي كلابو نومي كلابو سيبا شنو هي سو الفيرب شنو هي اكلابو سي شنو الفيرب هذا سو الفيرب اكلابو سي اكلابو سي يعني بخومي جروب هذا فهمتني بخومي جروب تعرفوا بان لي فيرب دي بخومي جروب تيكونوا عندهم او ار في الاخر ياك كاع اللي عندهم او ار راهم بخومي جروب ياك عندنا لي فيرب اللي عندهم اي ار في الاخر بحالاش بحال فينيغ ياك هاهي اي ار هذا دوزيام جروب ياك ولا هادي بحالاش بحال باغلي عندها او ار ياك هذا بخومي جروب وعندنا شنو عندنا لي فيرب الاخرين اللي بقاو كلهم تروازيام جروب ياك ولا لا غير هو من هاد لي فيرب دو بخومي جروب غنحيدو بحال دابا لو فيرب الي واخا عندو او ار في الاخر تنحيدوه علاش حيت تنقولو من الديبار تنقولو جوفي
ياك ما تنقولش زال، علاش تيتبدل بالمرة؟ هاد الفيرب الي تيتحيدو هاد الحروف وتيجي حروف اخرى جداد. لو فيرب الي امتى غيجيو هاد الحروف؟ حتى نوزالون فوزالي، فهمتني لا؟ غير هادي نوفو هي اللي فيها نوزالون فوزالي. عاوتاني نتلحقو الايل افيك اس تنقولو ايل ايل فون، فهمتي؟ شوف مبدله مره ما عندها علاقه بالي. اذا هاد لو فيرب الي مادام هو تيتغير لينا بهذا الشكل تنقولو ليه خرج انت من لي برومي دو من لي فيرب دي برومي جروب، ما غتبقاش محسوب لينا مع لي فيرب دي برومي جروب. علاش؟ حيت انت تتغير لينا بزاف، ولي برومي هذوك لي فيرب دي برومي جروب ساهلين، تنحيدو هاد او ار وتنزيدو ليها لي تيرمينيزون ساهله، ولكن انت تبقى تبدل لينا بزاف انت غنحيدوك واخا انت عندك او ار في الاخر. هاد لو فيرب الي واخا عندو او ار في الاخر غنحيدوه من هاد لي فيرب دو برومي جروب، فهمت ولا لا؟ حيت تيتبدل كله. اذا هاد لو فيرب هاد لي فيرب دي برومي جروب كلهم عندهم او ار، حيدها بحال هاد الي تيتبدل، فهمت ولا لا؟ عندنا بحال هاد لي فيرب فينيغ، بحال هاد الفيرب بحال فونيغ، فونيغ تاهو عندو اي ار ولكن ما غنحسبوش من لي فيرب دي دوزيام جروب. علاش؟ حيت فينيغ تنقولو نو فينيسون، هاديك تنسمعو ديك الصون ياك، سي و فينيسي، ولا تنقولو اون فينيسون، اون فينيسون تنديرو فينيسون، تتكون عندنا اي دوزي سنة تنسمعو هاد اس اس اس، فهمتي؟ تنسمعو هاديك الصون سي صون، اذا تنسمعو في الاخر تنحسبو من دوزيام جروب. ولكن بحال دابا تنقولو نو فونيون، نو فونيون سمعتي شي صون؟ ما كايناش. اذا هذا تنخرجوه من لي دوزيام جروب وغنديوه للتروازيام جروب. هاد الي غنجيبوه للتروازيام جروب تا هو غيشيط غيبقى لينا مع هادو، وهاد بحال فونيغ تا هو غنجيبوه للتروازيام جروب. لي فيرب اللي عندهم اي ار تيكون باش يكونوا من دوزيام جروب ضروري حقوا لينا هاد الشرط الثاني، ملي تنقولوا نو خاصنا نقولوا فينيسون، خاصنا نسمعوا هاد الصون فو فينيسي، ولا تنديروا هذيك اون لو جيرونديف تنقولوا فينيسون ياك. المهم في الصرف ملي غتشوف الصرف ديالهم راه غيبانوا لك، الا عندهم هاد الشرط الثاني راه دوزيام جروب، الا ما عندهمش الشرط الثاني تنحيدوهم ونجيبوهم للتروازيام جروب. كذلك بالنسبه لي فيرب دو برومي جروب في الصرف ديالهم الا بقى لنا هاد ار وما تغير لنا والو هاد الاصل ديالها تنخليهم، ولكن الا مشاو تا بحال هاد لو فيرب الي بداو تيتغيروا لينا تناخذوهم ونجيبوهم تروازيم جروب. اذا تروازيم جروب هو اللي تيجمع دوك لي فيرب كلهم اللي ما هما بروميير جروب ولا دوزيام جروب، فهمت ولا لا؟ علاش بحال فالوار بحال بروندغ بحال، فهمت ولا لا؟ فالوار عندها واغ في الاخر، عندك بروندغ عندها الدغ في الاخر، عندك شنو اخر بحال شنو بحال ساسواغ بحال الى اخره، قاعد الافعال اللي ماشي بحال هاد الاولين تيدخلوا في التروازيم جروب. نو فورميون ان سيركل اوتور ديل، يعني اننا شكلنا دائره حولها. نو ميكلابوسي با، شنو هي اكلابوسي؟ لو فيرب اكلابوسي، اكلابوسي يرش، لا ترشوني، يعني ممكن ان ترش شي واحد بالوحل، ممكن ترشوه باي شيء منها انك ترشوه بالماء، الحمد لله. يعني انهم اللي نشوف لاحظينا انهم شكلوا دائره حولها ثم اخذوا يرشونها بالماء. اش قالت لهم هي؟ نو ميكلابوسي با، لا ترشوني، فهمتي؟ سيلفو بلي، يعني من فضلكم، فو سافي كو جي دي تيست سا، قالت لهم انتم تعرفون سو الفيرب فو سافي، شنو الفيرب هذا؟ سو الفيرب سافواغ، سو الفيرب سافواغ، هذا من تروازيام جروب هذا، فو سافي كو جو دي تيست، اشنو الفيرب هذا؟ الفيرب سافوار ديتيستي، ها سافوار هذا حنا في الثاني. انتم تعرفون بانني كو جو، بانني جو ديتيست، بانني اكره هذا، جو ديتيست سا، فهمتي؟ يعني انتم تعرفون فو سافي كو، تعرفون بان جو ديتيست، انا اكره هذا، جو ديتيست سا. كيسكيل ديتيست؟ شنو تتكره؟ كيسكيل ديتيست؟ إل ديتيست ديتر إكلابوسي، فهمتي؟ يعني أنها تتكره بأنها ترش، أنها يرش شي واحد، فهمتي ولا لا؟